هذا وأشاد المواطنون في المحافظات بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة القرارات الجديدة للسيد الرئيس اللي هي بتأتي في إطار معالجة آثار ارتفاع الأسعار برأس الظروف الاقتصادية واللي بتمر بها المنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص بتأتي في موعدها تماما وبتعكس يعني إحساس القيادة السياسية وإحساس الحكومة المصرية بالمواطن المصري ومحاولة مد يد العون له في هذه الظروف. أحب أيد السيد الرئيس على كل القرارات الحازمة اللي قام سيادته باتخاذها عشان حماية المواطن من الفجوة الكبيرة في الأسعار. قرارات ما شملت كل المواطنين، ما سابتش فئة من الفئات. حاسس الرئيس بينا، حاسس بالشعب، حاسس بالمواطنين. قرارات إيجابية جدا عملت راحة للمواطن المصري. سعدنا بما أصدر السيد الرئيس من حزمة قرارات تدعم المواطن البسيط لمواجهة علو الأسعار. هذه خطوة طيبة تعتبر يعني حلو من القائد إلى يعني من يقودهم أو إلى شعبه. القرارات دي هتساعد على رفع مستوى المعيشة، وطبعا احنا بنأيد سيادة الرئيس هذه القرارات كلها لأن هو على دراية بنقد الشارع. نشكر سيادة الرئيس والحكومة على هذه القرارات، واحنا بندعم سيادة الرئيس في هذه القرارات كلها. انا بقول بصفتي ان انا واحد من المعاشات قد ايه حاجة زي دي رفعت من روح المعنوية بتاعت كل الناس، رفعت من روحنا المعنوية، وقد ايه احنا يعني مبسوطين جدا 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 جدا، خاصة ان احنا داخلين على شهر رمضان. وكل سنة وحضرتك طيب يا ريس، كل سنة ومصر كلها طيبة. وانا بشكرك يا سعادة الرئيس يعني على القرارات اللي حضرتك اخذتها امبارح، بس حضرتك محتاجين يعني ناخد فرص عمل اكتر. بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجهوده الرائع والانجازات اللي بيعملها في مصر وخاصة برضه في محافظة سوهاج، ونتمنى ان شاء الله المزيد. وحقيقة القرار او القرارات الاخيرة بزيادة الدخل، وده دليل على اهتمامه بالمواطن ومحبته للمواطن، واحنا بنحب الرئيس، وان شاء الله وباذن الله يعني قرارات سليمة وجاءت في وقتها وكنا في احتياج اليها فعلا. قرارات ملائمة لسد احتياج المواطن، فيعني الزيادة دي تعتبر كويسة. بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اقرروا الحزمة الاجتماعية للموظفين والمعاشات في ظل الظروف القاسية اللي احنا بنعانيها حاليا. يعني بنشكره خالص ان هو زود العلاوة الاجتماعية، خلاها 10% بدل من العام الماضي كانت 5%، وان هو اقر لكل درجة مبلغ من 500 جنيه لحد 900 جنيه بعلى يقل عن 1200 جنيه. احنا بنشكر سيادة الرئيس ان هو عمل الحزمة دي في الوقت اللي احنا محتاجين فيه. القرارات اللي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الظروف الراهنة جاءت في الوقت المناسب، ودايما بنشوف وبنرى وبنشاهد القرارات العظيمة اللي بيتخذها فخامة الرئيس المصري لصالح المواطن المصري، فمزيد من التقدم ومزيد من الاستقرار. احنا بنشكر سيادة الرئيس على الزيادة اللي جابها للموظفين والمعاشات، لان دي قرارات جت في محلها، لان زي ما تقول السوق والشعب واخد بالك ايد واحدة مع سيادة الرئيس. نحن نشيد بقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور، قرارات جميلة ممتازة تصب في مصلحة المواطن، بتخدم الطبقة الفقيرة، الطبقة محدود الدخل. الرئيس كتر خيره، كتر خير الرئيس اللي عمله، وربنا يبارك فيه.